مطلع العام الماضي تركت هذه النازحة منزلها في مدينة حرض الحدودية هروبا من نيران الحرب، وبعد قطعها مسافة 500 كيلومترا انتهى بها المطاف في هذه الخيمة المتهالكة التي لجأت إلى نصبها في أحد أحياء مدينة تعز. لم تستطع هذه النازحة إخفاء حزنها وقلة حيلتها على تحمل أعباء الحياة في ظل النزوح والشتات وغياب المساعدات الإنسانية عنها. اسمي علا محمد حمادي صالح، نازحين من حرض، وعندي 8 أيتام، وضربت بيتنا القديفة ونزحنا من حرض لهنا. من هنا لا معناش لا بيت ولا معنا أكل شرب ولا بطانيات ولا فروشات ولا طرابل ولا معنا أي حاجة، ما معنا إلا الله، ولا حد ينتفت لنا بشي. قوا وحالتنا حالة، وانتم شايفين كيف الحال عندنا، وعيالي شردوا يروحوا يدوروا لهم أكل وشرب، يروحوا بعض حين معاهم بعض حين ما معاهمش، ما عاد نقول الله اللهم للحمد. يعيش آلاف اليمنيين وجعا وجوعا وحرمانا من أبسط مقومات الحياة، وعلى الرغم من إنفاق المنظمات الدولية 16 مليار دولار منذ بداية الحرب في مجال العمل الإنساني بحسب تقارير دولية، إلا أن هذه الوكالات فشلت في إجراء تحسينات جوهرية على حياة اليمنيين بحسب التقييمات، وصار الوضع أسوأ بكثير بعد إعلان بعض المنظمات تقليص المعونات بسبب نقص التمويل. والله إحنا كنا نعيش على منظمة كير هذه، بس ابتدأت الآن تتأخر وتقلص مادة الدقيق، وأصبحت تدي لنا 40 كيلو دقيق وخمسة كيلو أو أربعة لتر زيت، هذا لا يكفي. الآن أنت لو فتشت البيوت اللي بالجيران كلهم ما فيش عندهم دقيق، لنا شهرين ما نستلمش ونحن راكنين عليها، لا معانا رواتب ولا معانا أي دخل إضافي. في السنة الماضية صنفت الأزمة اليمنية كأسوأ أزمة في العالم، فنحن على شفا مقاعة، لابد من زيادة هذه المساعدات ليس من تقليصها. نعلم أن هناك يعني قد يكون بسبب الحروب التي قامت في أوكرانيا وفي دول أخرى، لكن هذا لا يعني أن يتم تقليص المساعدات لليمنيين، كون يعني اليمن من قبل الحرب هي تعاني من فقر ومن أزمة غذائية وأزمة في المياه، أزمة في كثير من الجوانب. بحسب تقييم مستقل لأداء وكالات الأمم المتحدة العاملة في اليمن، فإن الوكالات الأممية جعلت اليمنيين يعيشون على وسائل دعم البقاء في ظل عدم وصول المساعدات بالشكل الكافي إلى الفئات الأكثر احتياجا مثل النساء والأطفال، خصوصا أولئك الذين يسكنون في مخيمات النزوح وفي العراء، حيث تغيب المساعدات عنهم منذ أشهر طويلة، وصاروا يعيشون مجاعة بكل تفاصيلها، ولا حياة لمن تنادي. معاذ منصر، اليوم، تعز.